موسم الوسم، أجمل أيام السنة وأكثرها اعتدالاً وأمطاراً في السعودية والخليج. يبدأ موسم الوسم بتاريخ 16 من أكتوبر من كل عام، ويستمر حتى 6 من ديسمبر ومدته 52 يوماً. وسمي موسم الوسم بهذا الاسم لأنه يسم الأرض بالخضرة والنباتات. وينتظر الكثير موسم الوسم، وذلك لأنه يعلن بداية موسم الأمطار وبداية اعتدال الأجواء، حيث تشهد الأنظمة الجوية خلال هذه الفترة تغيراً تدريجياً، إذ يبدأ المرتفع الجوي شبه المداري بالضعف، وينحسر تدريجياً المنخفض الحراري المتواجد في الركن الشرقي للجزيرة العربية. وبذلك تبدأ درجات الحرارة رحلة انخفاضها، وتعتدل الأجواء بل وتميل للبرودة في ساعات الليل في العديد من المناطق، وتتزايد بذلك الفروقات الحرارية بشكل كبير ما بين ساعات النهار وساعات الليل. ويحل محل المنخفض الحراري مرتفع جوي سطحي يدفع بالكتل الهوائية الرطبة من بحر العرب نحو الجزيرة العربية والمملكة، وذلك بالتزامن مع تعمق مستمر لمنخفض البحر الأحمر الذي يؤثر على شمال غرب المملكة كأولى المناطق المستفيدة من فترة الوسم. وكذلك يؤثر على بلاد الشام تارة بسبب محوره الذي يميل نحو الشمال الغربي، وتارة أخرى يمتد تدريجيا إلى وسط السعودية وصولا إلى الكويت والعراق، ويتفاعل مع الأحواض العلوية المندفعة من الشمال والتي تعمل على تولد حالات عدم استقرار جوي تسمى أيضا بالحالات المركبة، وهي جزء من مناخ الجزيرة العربية حيث نتأثر بمثل هذه الحالات بشكل متكرر خلال فترة الوسم. قال المختصون في مركز طقس العرب في نشرته الموسمية الصادرة في منتصف أكتوبر بأنه يتوقع أن تتأثر شبه الجزيرة العربية بما في ذلك المملكة السعودية بأنظمة جوية فرعية على شكل امتدادات لمنخفضات جوية سريعة حتى منتصف فبراير، تجلب معها فرصا سريعة للأمطار المتفرقة بشكل متكرر. أما خلال النصف الثاني من موسم الوسم فيتفاءل المختصون في المركز بحدوث تغير إيجابي على الأنظمة الجوية، والذي يؤدي إلى تحسن فرص وصول وتعمق الأحواض العلوية الباردة للجزيرة العربية والمملكة، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة من عروض شبه مدارية، واستجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر بشكل واضح وفعال، مما يؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة وهطول أمطار رعدية الطابع على أجزاء عدة من المملكة السعودية بمشيئة الله. وتكمن الفائدة المرجوة من النشرات الفصلية في مساعدة مختلف القطاعات في التخطيط المبكر والاستعداد من مخاطر الأمطار المحلية الغزيرة والسيول المفاجئة التي تأتي مع تقلب الطقس المفاجئ وتأثير ذلك على القطاعات المختلفة.